بمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين انطلقت في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية أعمال منتدى جازان للاستثمار 2023. ويأتي هذا المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور دولي واسع انطلقت في مدينة جازان أعمال منتدى جازان للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية. نحن جينا هنا نتعرف على الفرص الموعودة الموجودة بالنسبة للاستثمارات الواعدة هنا، وهناك كثير من المقومات كبيرة بالنسبة لجازان وإقليم جازان، يعني محافظة جازان يعني عندها مقومات كبيرة جدا، خصوصا وجودها في على ضفاف البحر الأحمر وغريبة من باب المندب. هذا يعطيها مركز تجاري ولوجستي كبير جدا ومقومات صناعية. وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات استثمارية في القطاع الصناعي تجاوزت قيمتها 32 مليار ريال، وتوقيع 11 مذكرة تفاهم ستسهم في خلق فرص عمل تنافسية للشباب وشابات جازان بأكثر من 7000 وظيفة. اليوم شاركنا كممثلين القطاع الخاص وإطلاق صندوق بحجم أكثر من 400 مليون لثلاثة مجمعات سكنية في منطقة جازان، موازاة مع المنتدى جازان للاستثمار. حقيقة المنتدى اليوم كان أكثر من رائع، الحضور كان بشكل يعني أكثر من متوقع، طرحت مبادرات رائعة جدا على مستوى الشراكات ما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية. وتضمن الملتقى عقد جلسات حوارية بمشاركة عدد من الوزراء لمناقشة موضوع التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل طبقا لرؤية المملكة 2030 وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة. منتدى الاستثمار في جازان 2023 أحد المؤتمرات والمنتديات المهمة جدا بالنسبة للهيئة الملكية لجبيل ينبع. الهيئة الملكية لجبيل ينبع مساهم رئيسي في تنمية القطاعات الصناعية على مستوى المملكة، وخصوصا جازان كونها تتواجد بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. تستهدف عدد من القطاعات أهمها الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وأيضا الصناعات البتروكيماوية واللوجستية. يسعى منتدى جازان للاستثمار إلى استدامة جذب الاستثمارات في المنطقة وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من توسيع أعمالهم. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون البحرين، جازان.